السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من الرأي الحر في ثالث أيام رمضان الفضيل. في حلقتنا اليوم كنا أعددنا العدة لتناول الشأن الإريتري وكيف ينظر الشباب الإريتري لوضع بلادهم بعد 20 عاما من الاستقلال وفي أجواء الثورات العربية المحيطة، لكننا أجلنا هذا الموضوع لحلقة الغد الخميس بعد أن فرض علينا الرئيس المصري المخلوع وأبناؤه أنفسهم كحدث يستحق أن يقول فيه المشاهد والمتابع رأيه. حدث المحاكمة حدث بالتأكيد لا يتكرر كل يوم، وهي محاكمة وصفها البعض بمحاكمة القرن، وهي بالتأكيد لها ما بعدها في مصر والمنطقة. الرئيس مبارك، وحانت لحظة الحساب. سنعود إلى هذه المشاهد بعد قليل، هناك خلل في الصوت. كما تابعتم طبعا، معظمكم تابع بالتأكيد اليوم وسائل الإعلام والفضائيات، بدأت اليوم في مقر الشرطة بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال وعدد من معاونيه بتهم مختلفة من بينها القتل وإهدار المال العام. مبارك وصل ممددا على سرير طبي وجيء به من شرم الشيخ على متن طائرة خاصة حيث كان يقيم هناك منذ عدة أشهر. يحاكم مبارك في 3 تهم رئيسية، هي قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وإهدار المال العام، وفي حال تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه قد يواجه حكما بالإعدام. الرئيس المصري السابق هي أول محاكمة أو أول رئيس عربي يحاكم ويقف وراء القضبان منذ اندلاع ربيع الثورات العربية، طبعا إذا استثنينا الرئيس التونسي المخلوع بن علي الذي حكم غيابيا بسبب لجوئه إلى السعودية ولا يزال هناك يستمتع بحياة القصور كما يقول البعض إلى حين، طبعا على السعودية الآن تبدأ في إجراءات تسليمه. مبارك من القصر إلى قفص الاتهام ومن الحكم إلى المحاكمة، أي حكم ينتظر مبارك؟ ماذا تمثل هذه المحاكمة بالنسبة لمصر والمنطقة؟ هل تراها ستجري بشكل عادل وشفاف تعكس روح مصر الثورة وعدالة واستقلال قضائها في إدانة المذنب كائنا من كان دون محاباة ولا مجاملة؟ أم أن المحاكمة قد تشوبها تدخلات خفية ربما من الداخل والخارج للتخفيف أو الرأفة بهذا الرجل الذي قال عنه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر إن محاكمته تدعو إلى الحزن على حد تعبيره؟ هذا هو أيضا موضوعنا لمن أراد أن يشارك معنا الليلة بالرأي والتعليق، ونأمل أن تأتينا مشاركة من المصريين، مشاركة واسعة. ضيف حلقتنا الليلة الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ينضم إلينا من العاصمة المصرية. دكتور ثروت بدوي، مساء الخير. يعني لو سألتك بداية، ماذا تضيف هذه المحاكمة إلى ثورة 25 من يناير؟ ماذا تضيف؟ هذه المحاكمة التي جرت اليوم، ماذا تضيف لمشهد الثورة العام، ثورة 25 من يناير؟ هي تؤكد نجاح ثوار 25 يناير في فرض إرادتهم على كل المحاولات التي تقوم بها جهات مختلفة داخلية وخارجية لإجهاض الثورة. طيب دكتور ثروت، يعني عندما نتابع الكلمات التي رد بها الرئيس مبارك ونجلاه على التهم الموجهة إليهم، كل منهم قال بأنه بريء من كل التهم. من المذنب إذن؟ هل الشعب المصري مذنب؟ أنت من الناحية القانونية كيف ترى وأنت مطلع بالتأكيد على التهم التي تنتظر الرئيس المصري؟ شيء طبيعي جدا أن أي متهم ينكر الاتهامات الموجهة إليه،
ولا يعني ذلك أبدا براءته من هذه الاتهامات. هناك تقطع في الصوت، أرجو منك دكتور ثروة أن تتكلم بدون توقف. يعني طيب لو كنت أنت ربما مسؤول الآن على المحاكمة ولديك الملفات، ماذا تتوقع وما هو الحكم المنتظر الذي ينتظره الشارع المصري الآن لهذا المتهم الآن الذي هو الرئيس المصري السابق؟ أنا لا أريد التأثير على المحكمة، نعم، ولكنني متأكد من عدالة المحكمة ومن عدالة هذه الدائرة بالذات ومن عدالة الحكم الذي سوف يصدر عنها في هذه الظروف الدقيقة التي تحتم على الجميع الانصياع لطلبات الثوار. فثوار 25 يناير سنة 2011 من نوع فريد لم يسبق له مثيل في التاريخ، فهم جميعا وطنيون فدائيون مخلصون، لا يسعى واحد منهم لمصالح شخصية أو لتبوؤ سلطة، وإنما هم جميعا مصريون مخلصون يسعون إلى إصلاح الأوضاع في البلاد والقضاء على الفساد وعلى كل رموز الفساد وإقامة نظام ديمقراطي حر يكفل العدالة الاجتماعية ويعيد إلى المصريين كرامتهم وحريتهم. يعني دكتور ثروة، بالتأكيد الملفات التي تنتظر الرئيس المصري الذي حكم 30 سنة أو تزيد يعني هي ملفات ثقيلة وعديدة، كم من المنتظر أن تأخذ هذه المحاكمة، محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك؟ لا أستطيع أن أحدد بالضبط المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه المحاكمة، ولكن من المؤكد أنها سوف تستغرق بعض الوقت، وهذا من مصلحة الجميع. طيب، من مصلحة المتهمين الذين يواجهون محاكمة عادلة وشفافة وعلانية تقفل لهم فيها جميع الضمانات، وفي نفس الوقت هذه المحاكمة الشفافة قد اطلع عليها الجميع ويستطيع أفراد الشعب جميعا أن يطمئنوا إلى حسن سير العدالة في هذه المحاكمة. طيب أخيرا دكتور ثروة، يعني ومن هنا نعم نستطيع أن نقول وما حدث اليوم في صباح هذا اليوم يؤكد لنا أن المتهمين سوف يلقون محاكمة عادلة، وأن أفراد الشعب جميعا سوف يطمئنون إلى سير عادل وحكيم للعدالة. طيب، على كل حال دكتور ثروة، يعني بالتأكيد أن هذه المحاكمة تحظى بمتابعة إقليمية وعربية وحتى دولية، وهناك من يخشى من تدخلات أجنبية. أنت يبدو بأنه لديك ثقة في هذه المحاكمة وفي القائمين عليها الآن بأنه لا يمكن لكائن من كان أن يؤثر في هذه المحاكمة وهؤلاء القضاة. هل هذا يمكن أن تضمنه لرجل الشارع الذي يتابع هذه المحاكمة الآن؟
أستطيع أن أؤكد أنه رغم المحاولات المستميتة التي يحاولها أعداء الثورة لإجهاضها وللقضاء على مكتسباتها، على الرغم من أن هذه القوى الخارجية والداخلية تملك الوسائل العديدة لمحاولة إجهاض الثورة، ولكن من المؤكد أن قوة الثوار قد فرضت على الجميع حتى على المترددين أو الخائفين أن يسيروا في إجراءات المحاكمة سيرا طبيعيا يكفل محاكمة عادلة وشفافة، بحيث لا يستطيع أحد طيب أن يؤثر على قضاة المحكمة سواء من جانب الرأي العام أو من جانب أعداء الثورة الخارجيين ومن الداخل. أستاذ القانون، أعداء الثورة يملكون وسائل عديدة ولكنها ستفشل في إجهاض الثورة أو في التأثير على حكم المحكمة الذي سوف يكون حكما عادلا. دكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك. على كل حال المصريون والعرب أيضا من حولهم والعالم يتابع هذه المحاكمة، سينتظر الجميع ليرون ماذا ستكون نهاية هذه المحاكمة وإلى أي مدى ستكون شفافة ونزيهة وعادلة أيضا بعيدة عن كل الضغوطات. نبدأ في استقبال المشاركات مباشرة. عاطف من ألمانيا، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ صالح. أهلا بك يا أستاذ صالح. أنا رهن كل الرهان إن هذه تمثيلية والرئيس المخلوع لن يتحاكم أبدا دي حاجة لو سيادتك تأيدها. وشوف المسخرة، عندك 100 محامي عمال يعمل ادعاءات في المحكمة، اللي عايز له 10,000 جنيه للشهيد الأولاني والعزم 40,000 للشهيد التاني، دي مسخرة. ولأن هذه مسخرة لا يعني مش هتحكم عليه، دي حاجة. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها، ليه يعني أنتوا يعني حسني مبارك الراجل ده باين عليه نشيط وكويس وسامع وكل حاجة، وعمال يمثل علينا بالسرير عمال ينام عليه، دي تمثيليات على فكرة. وبعدين هم كل عملية. طيب ولكن يا عاطف لماذا أنت هكذا يعني تصفها بالتمثيلية؟ يا سيدي هذا عصر جديد، عصر الثورة، هذه المحكمة يعني تقوم بدورها، وفي أذهان القائمين عليها الشارع المصري الذي دك عروش النظام، يعني الكل يخاف الثورة، لا يمكن الآن التحايل على الثورة. يا أستاذ لماذا لا تنظر لها من منظار إيجابي؟ أول كلمة قلت لك يا أستاذ صلاح، أنا قلت لك يا أستاذ صلاح أول كلمة قلت لك أنا راهنك لو الراجل ده اتحاكم أراهنك. طيب هاو بدأ يتحاكم؟ لا يعني اتحاكم يعني خد حكم ده اللي أنا قصدي عليه، مش هياخد حكم هو. نعم. وبعدين ايه يعني الراجل ده ما كانش بيعتق الناس، يعني في واحد عنده 75 سنه في مصر حكمه، وعندك 23,000 معتقل سياسي كان بيحبسهم، عندك يعني باع عمر افندي كان حقه 2 مليار كمثل، يعني باعه مش عارف ب 570 لواحد مش عارف سعودي وما دفعش حقه. فالحاجات دي ناسينها ليه؟ يعني عاوزين اقولها ليه؟ فده اللي انا عاوز اقول لسيادتك، الراجل ده مش هيتحاكم، الراجل ده هياخد عفوا من المجلس العسكري وهيطلع براءه. شكرا لك عاطف. شكرا لك عاطف من المانيا. سنبل من مصر. وعليك السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يا سيد الفاضل، بالنسبة للمحاكمة بتاعت النهاردة، أنا مش عارف دي محاكمة ولا يعني إحنا واقفين على مسرح. حبيب العدل بيسلم على الشرطة جوه السجن جوه القفص كأنه في منتزه وبيضحك، والجماعة دي تمثيلية في تمثيلية من الآخر كده. هو حتى لو كانوا محبوسين، محبوسين في فايف ستار ومش هيتحبسوا زي أي حد من عامة الشعب من الآخر كده. خلي بالك واللي بيحصل ده هو ضحك على الدكون وما يرضيش حد أبدا. طيب يا سنبل لماذا يعني أنت تراها ضحك وأيضا عاطف لا يرى بأنه الرجل سيحاكم؟ يعني إذا كنت لديك ثقة في هؤلاء القضاة، والقضاء المصري معروف بأنه يعني قضى
مشهود له، وإن كان حتى النظام طبعا السابق أثر فيه كثيرا وأخذ من مصداقيته الكثير، ولكن القضاء المصري قضاء تاريخي معروف يعني. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يا أخ صالح. نعم. ربنا عرفوه بالعقل ولا حد شافه؟ نعم. ربنا عرفوه بالعقل. نعم. خلي بالك ازاي واحد متهم في القفص بيسلم على 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 الشرطه اللي المفروض هي مكدراه وتحبسه، خلي بيسلم عليه وبيضحك ولا ايزي خالص، الموضوع عادي جدا ولا كانه قتل ناس ولا كانه عمل حاجه خالص. طيب ربما العادلي يريد ان يظهر في مظهر بانه بريء، يعني انت هو يريد ان يظهر هكذا، انت يعني كيف تحكم على المحاكمه باكملها من خلال تصرف احد المتهمين يعني؟ لا، والمفروض يا سيد الفاضل هو تصرف كده الشرطه يكون لها باس شديد ولا تتعاون مع احد، فهذا قتل المتظاهرين الابرياء اللي ما عملوش حاجه، وصرت تحل على سرير بيمثل حلقه على 80 مليون بتمثل على مين يا عم؟ ما انت بقالك 30 سنه بتحش فيهم حش، دخلت دي خلاص عرفت دلوقتي ان كل حاجه راحت منك، الاسلوب ده مش هيخل علينا واحنا ناس بنفهموها برضه، دخل هو باللي بالسرير على اساس انه ايه الناس تتعاطف معاه مثلا. شكرا لك سنبل. طبعا انا فعلا تابعت بعض المعلقين قالوا بانه الدخول بسرير الطبي هذا كان يراد منه كانه اخراج لاستعطاف الناس، ولكن على كل حال القضاء العادل ايضا اذا كان مريض يؤتى له بالسرير، يعني حتى لو كان المتهم ينافق ويحاول الكذب والتحايل، ولكنك أيضا تحاول أن توفر له أجواء المحاكمة العادلة، دعه ينافق ولكن القضاء في النهاية سيقول كلمته الأخيرة. هل هذا كلام دقيق أم أنه ما يقوله سنبل هو دقيق؟ خالد من الأردن مساء الخير. خالد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخ صالح، موضوع هذه المحكمة هي محكمة طبعا لعب بالشعوب ومهللة، وأنا أعتقد إن أنا اعتقدت إن شهر رمضان يكون فيه مسلسلات الفكاهية غير متوفرة، ولكن هذه أول مسرحية على شهر رمضان هي مبارك جيب السرير، يعني هو كان شامخ ويعتقد إنه إمبراطور وجالس على كرسي، وتعرف أنت رؤساء العرب عندهم مرض العظمة، فبعد هالعمر كله وبعد هالشموخ ويقول إنه طيار وشهيد، وفي الأخير يجي على سرير باش يستعطف كيف ما قلتوا الناس على أساس إنه دخل بسرير وحط إيده على ودنه وابنه من يكلمه بيقول ما نسمعش، يعني راني كبرت في السن وارحموني. فهذا مفروض يعلقوه، والله ما يعلقوه إلا من رجليه مش من رقبته، هو والقذافي وزيد العابدين الهارب هذا الكاهي. وشكرا. شكرا لك خالد من الأردن. يعني أنا ربما من هذه الاتصالات الثلاث أستشف كم هو المواطن العربي قلبه مليان بالعامية من هؤلاء الزعماء، ولكن على كل حال يا جماعة الديمقراطيات هذه الثورات جاءت لنا ويفترض أن تأتي لنا بالديمقراطية والحرية، والديمقراطية والحرية في إحدى تجلياتها هو القضاء العادل بعيدا عن الثورات والأحقاد الشخصية. هذا الرجل قد يكون ربما ثلاثة أرباع الشعب المصري وأنا أقول أكثر، يعني ذاقوا بويلاته من قريب ومن بعيد، ولكن يفترض أنه الكل يقر الآن بعدالة القضاء ويترك للقضاء فرصة ليكون أيضا قضاء عادل ويمارس مهنيته بعيدا عن أي ضغوط حتى ضغوط الشارع. طيب أيمن من الإمارات مساء الخير. مساء الخير. أهلا بيك. ممكن أقول رأيي؟ تفضل. أنا هاخد من آخر كلام أنت قلته اللي هو العدالة لازم تتحقق بعيدا عن أي ضغوط، وأهم حاجة ضغوط الشارع. بس أنا في حاجة، أنا من أكتر الناس اللي مقتنع أن هو المفروض أن هو يتحاكم، بس أنا مش موافق على أن هو كانت المحاكمة تبقى علنية، لأن هو المفروض في حاجة اسمها رسوم المحاكمة، رسومات، يعني ممكن المحاكمة كانت تعقد وبعد كده المحاكمة تترسم والمحاكمة تتعرض على الشعب، لأن هو برضو أنا من الناس اللي كنت مع الثورة 100% ومن الناس اللي ما بحبش حسني مبارك ببساطة كده، بس في نفس الوقت مش عاجبني منظر ان هو مذلول، لان هو في فرق بين المحاكمه وتطبيق العداله والاذلال. في حاجه اخيره بالعكس ايمن، يعني انت تقول انه مذلول. يا سيدي هو جاء على سرير ومعزز مكرم، ماذا يريد اكثر يعني مذلول؟ تريد ان يؤتى به على كرسي الملوك يعني؟ انا بالنسبه لي حسيت ان هو في سنه اذلال، حسيت ان هو في بعض الاذلال. بالعكس المواطن المصري الذي يحتج الان، نعم المواطنون المصريون يقولون بان الرجل مدلل اكثر من اللازم وليس مذلول.
مدلل اوكي ممكن، بس هو الفكره في حد ذاتها انا ضد ان المحاكمه كانت تبقى علنيه زي ما قلت لحضرتك. برضو من حق حتى المتهم، حتى لو كان متهم، حتى لو كان مجرم، اوكي ان هو يتحاكم، بس ما يتحاكمش باذلال، ما يتحاكمش، مش كل الناس، مش كل... لو كان ممكن المصريين شافوها اوكي، بس هو المصريين شافوها والعالم كله شافه، فعشان كده الموضوع فيه انا بالنسبه لي سنه استدلال. الحاجه الثانيه، انا بتهيالي ان مصر فيها مشاكل دلوقتي كمان اكتر من موضوع المحاكمه، بتهيالي موضوع المحاكمه حتى لو مش هيؤدي الى فتنه، بس انا بتهيالي اللي حصل في العريش خطر جدا، وبتهيالي اللي حصل في يوم الجمعه اللي هي لما رفعت اعلام، مش اعلام مصريه اوكي، اعلام دوله اخرى جنب من جوار، من دول جوار مصر، بتهيالي النقطتين دول مهم جامد جدا ان هم يتناقشوا، لان بتهيالي ان النقطتين دول مهمين جدا، هم النقطتين دول اللي ممكن يعملوا انقسام بين الشعب المصري، لان في مشكله. يعني اي دوله التي رفعت اعلامها؟ السعوديه. طيب ما المشكله؟ دوله عربيه، دولة عربية ارفع اعلام كل الدول العربية، بس الاعلام اللي كانت مرفوعة كانت اعلام السعودية فقط اوكي، وفي نفس الوقت اوكي ما كانش في اعلام اي دولة عربية تانية، ما كانش في اعلام مصرية. انت حضرتك فاهم ازاي؟ يعني انت لما تشوف تاني اللي حصل يوم الجمعة هتلاقي ان الاعلام السعودية كانت مالية ميدان التحرير لا تقارن بالاعلام المصرية، وفي نفس الوقت اوكي ما فيش اعلام اي دولة عربية تانية، ما قبل كده اتفقت كل اعلام الدول العربية وقعدت جنب بعضها. شكرا لك ايمن، ايمن من الامارات، اشكرك. على كل حال انا تابعت المظاهرات التي جرت في ميدان التحرير وما اليه، لم ارى طبعا كما قلت انت انه العلم السعودي طاغي على العلم المصري، انا لم الاحظ شخصيا. على كل حال اذا كان هناك من لاحظ ما لاحظه ايمن ربما يعلق ايضا، ولكن في النهاية انا اقول نحن اقطار عربية، لا ضرر اذا وجد العلم السعودي او حتى العلم المصري. الان الثورات فتحت الجدر كلها على مصراعيها، ليبيا هي مصر، مصر هي سوريا، سوريا هي اليمن، يعني دعونا من هذه النعرات. والله إذا قلت لي يعني علم فرنسا، علم أمريكا ممكن أكون معك متفق، ولكن ما دون ذلك. على كل حال نتابع هذه المشاهد التي بثتناها منذ قليل وكان فيها خلل في الصوت لمبارك ونجليه وهما يعلقان على التهم الموجهة إليه. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. سمعت الاتهامات التي أسدتها النيابة العامة إلي، فما قولك؟ كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة. أثبت أن كل هذه الاتهامات لم أرتكبها. المتهم الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك. أفندم تفضل قدامي. سمعت الاتهام المسند إليك من النيابة العامة، فما قولك؟ تماما أنكرها جميعا. المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك. أفندم سمعت الاتهامات المسندة إليك، فما قولك؟ أنكرها كلها تماما. كلهم ينكرون هذه الاتهامات تماما. إذن الشعب المصري لماذا ثار؟ يعني الشعب المصري مجرم. خلاصة سريعة. على كل حال الرئيس المصري المخلوع يقول ينكرها تماما، يعلق القاضي يقول لم يرتكبها. والإنكار طبعا لا أدري، أنا لم يرتكبها، ربما المفردة هذه من ناحية القانونية تختلف شيئا ما. نعود لاستقبال المشاركات. أعتذر من كريم من تونس، فقدناه بإمكانه أن نعيد الاتصال. أحمد من إيطاليا مساء الخير. طيب أحمد. السيد من السويد. ألو مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل سنة وأنتم طيبين الأول. شكرا لك. وربنا يعودها عليكم بخير. أنا اسمي السيد علي من صعيد مصر. أنا عايز أقول لحضرتك على كلمتين. الراجل اللي كان قاعد في القفص النهاردة دوت فيه حتة الاستكبار لسه موجودة فيه والعنجهية، حتى أولاده صدقني، حتى أولاده فيهم حتة الاستكبار. رغم ذلك هو زل الشعب 30 سنة، وهو زللنا، وهو قطعنا، وهو مهججنا، وهو يعني مخلي شعب مصر بمسلمين وبمسيحيين وبصعيد وبكله لحد الآن وهو بين ربنا، بين أيادي ربنا على السرير، فيه الكبر وأولاده فيهم الكبر. يعني أنا بشكر أول حاجة المجلس العسكري، شكر يعني ما يعلم به غير ربنا، والشعب المصري أثبت إن هو شعب فعلا يستاهل إن هو يكون شعب حر، يكون هو شعب حر
انا اكون يعني انا اقول ان انا مصري، انا في اوروبا هنا في السويد او في اي مكان دلوقتي اقول ان انا مصري، مصري بمعنى كلمه مصري، ان انا قدرت حاكم رئيس. طيب سيد البلد. سيد كيف تتوقع ان تجري هذه المحاكمه وما هو الحكم الذي تتوقعه انت كمواطن مصري؟ انا كمواطن مصري المحاكمه الله اعلم في اللي هيجري فيها ايه، انا ما اقدرش اجزم بشيء، بس اتوقع يعني قال له يا فرعون ايش فرعونك، قال له ما لقيتش حد يلمني، بس انا اتوقع كالاتي والله اعلم، ان الرجل ده خلاص انتهى انتهى، لان الاذلال ده وهو لسه فيه التكبر انا ما اعرفش سبحان الله. طيب هو انتهى بالتاكيد، لن يعود الى سدة الحكم بالتاكيد، هذا كل الدلائل تؤكد ذلك، الان عهد اخر، ولكن المحاكمه الى اي مدى يمكن ان تصل؟ هل يمكن ان تعدم مثل الرئيس المصري ام ستكون مخففه جدا ولا تعكس الجرائم كما يقول المصريون التي ارتكبها خلال سنوات؟ اقول لحضرتك على حاجه، انا رجل يعني اقول لحضرتك بحكم سنه بحكم سنه مش هتوصل للاعدام بحكم سنه، كحتى احنا مسلمين او كبشر او ككده بحكم السن مش هتوصل للاعدام، بس طيب. هو يعني يعني شكرا مش عارف شكرا لك سيد علي من السويد. على كل حال انا ما يعجبني في الشعب المصري انه شعب طيب وحنون، يعني حتى تجده احيانا يعارض ولكنه يقول، فهذه هذه هذه سمه جميله على على كل حال. احمد من مصر مساء الخير. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. عندما شاهدت اليوم تذكرت كل يوم هو في شأن يرفع اقواما ويخفض اخرين سبحانه وجل شأنه، احسست ان الله سبحانه وتعالى يده قاهره ويمهل ولا يهمل، وتذكرت ان هؤلاء طغوا في الارض وهم من المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ليس فقط افسدوا ولكنهم مفسدين، تحولوا الناس كلها الى آلات تفسد، من لم يفسد جعلوه يفسد غصبا عنه او يسير في ركابهم، واصبح هناك واقع في مصر يقول يتنافق يتوافق يتخرج من البلد، طغوا وافسدوا وحبسوا وانتهكوا وسرقوا. طيب احمد أمور كثيرة جدا، ولكن هناك تهمة كان يجب أن يتحدثوا عنها اليوم، وهي إفساد الحياة السياسية، إفساد الحياة السياسية بالتزوير، تزوير إرادة الشعب، كل الانتخابات التي تمت وزوروها وسرقوا الأصوات من هذا وأعطوها لذاك، سرقوا أصوات المعارضة في انتخابات 95 وانتخابات 2000 وانتخابات 2005. ولكن أحمد هذا 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 كلام فعلا وجيه، ولكن كيف يمكن أخذ هذه الاتهامات التي ذكرتها الآن، تزوير الانتخابات في ملف وحملها إلى القضاء، يعني كيف يمكن إثباتها؟ أنا ممن نزلوا انتخابات 1995 نزلت أنا معروف أحمد كمال الأطروني في مدغام رد أهلية، وتم تزوير الانتخابات ضدي وتم سرقة الأصوات وإعطائها لآخرين، وأخذت حكمين من محكمة الإدارية ومن محكمة النقض لصالحي ولم يحدث شيء. هذه الأمور كلها موثقة، هناك أحكام موثقة تثبت أنهم يزورون أو أنهم زوروا، ثم من الذي يدفع ثمن هذا من خزينة وزارة الداخلية أو من خزينة مال الشعب؟ أنا لا أريد أن أخذ تعويض من مال الشعب، أريد أن يحاكم من ارتكبوا هذه الأخطاء ومن ارتكبوا هذه الجرائم، إن هذه الجرائم يجب ألا تسقط بالتاريخ أو بالأقدمية أو بالتقادم، بل يجب أن يعاد محاكمتهم عليها. أنا لا أريد تعويض، إلى الآن لم حكموا لي بتعويض. السيد أحمد من مصر شكرا جزيلا لك، مرشح سابق ويقول بأنه الانتخابات زورت وكان هو مشاركا فيها في منتصف التسعينات. فعلا هي لو أردت أن تبحث على كل الاتهامات للرئيس المخلوع مبارك ربما لن تجد لها حدودا، ولكن كيف يمكن إثباتها جميعا وإقناع القضاء بها لتحميله كل هذه الأوزار؟ طبعا وربما قبل سنتابع بعض الأصوات، أصوات المصريين في الشارع المصري، ولكن أخذ أحمد من الإمارات ينتظر منذ مدة، فقدنا للأسف أحمد. طيب نذهب إلى بعض ردود الفعل في الشارع المصري ثم نعود. احنا طلبنا النهاردة ننال إهانة الرئيس اللي خدم مصر 30 سنة
والعالم بأكمله يحترم سواء أمريكا أو إسرائيل، يحترم كلمته لأنهم يعلموا أنه صادق. شعوري شعور فياض، لأن الناس اللي ماتت والشهداء دول ليهم حقوق، وإحنا كشعب مصر عشنا تحت وطاء الذل والإهانة 30 سنة. ويعني الثورة اللي قامت دي مش ثورة جياع، دي ثورة حرية. إعدام أحسن، إعدام هو وزير الداخلية، واسمه اللي كان هربان ده كل اللي عمله حاجة يتعدم. أنا أتمنى له الصراحة أنه يأخذ مؤبد، لكن إعدام حرام. إعدام كده أنا رايحته من الدنيا كلها، لكن مؤبد كده خليه يتعذب شوية. يتحبس زي ما احنا، اللي ما حكمش عليه بالإعدام يتحبس، يأخذ سجن مدى الحياة في العذاب اللي احنا كنا فيه. 100% هترجع وأحسن من أول كتير جدا جدا، بس بهدوء البلد مع الرئيس الجديد، مع السكرار بتاعنا، مع حالة السكرار اللي هي في البلد دي إن شاء الله. جايين النهاردة علشان نشفي جلدنا، عشان نقول لكل أم شهيد ابنك إن شاء الله في الجنة، ابنك النهاردة إن شاء الله هيتاخد حقه. الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وحانت لحظة الحساب والعقاب. هذا هو موضوعنا الليلة. اعتذر من أحمد من الإمارات وحمودة من الجزائر. نأخذ علي من بريطانيا، مساء الخير. مرحبا صالح، أهلا بك علي. تحياتي لك ولقناة الحوار. أهلا بك يا حبيبي صالح. والله ما مدى أفهم، يعني هو هذا 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 حسني مبارك إنه ثلاث اتهامات هذه السنين كلها، وهذا هذا الإجرام كله ثلاث اتهامات، ولا الغاز إلى إسرائيل والقتل والفساد. لا، هي هذه المحكمة ستنظر في ثلاث ملفات، ولكن أنت تعرف هو وكذلك الرئيس المخلوع التونسي، هي ملفات تليها ملفات، أطباق فوقها أطباق، يعني ملفات عديدة. ولكن على كل حال، أنت من حيث المشهد الآن، ماذا تعني لك هذه المحاكمة، محاكمة رئيس عربي بعد نجاح الثورة؟ يعني أتمنى هذا ناس مثل هذا، مثل حسني مبارك وغير حسني مبارك. هذه السودان اللي تقسمت، العراق اللي اشترك باحتلال العراق، اشترك بحصار العراق، قتل ملايين الفساد. هذا الرجل لا، بالمحكمة لازم ما يعطوها القيمة. هذا شنو جاء المسرحية جاي، وكأنه جيبوا كرسي خليه يقعد على كرسي، إذا يقدر ينام خليه يقعد، يقدر يقعد. شو عنده مشكلة بالهذا؟ خليه يجي كأنه متهم، كأنه حاكم. مين هذا يا رجل؟ جاي وكأنه هذا جاي متهم في قفص، ويتعامل كمتهم، متهم قاتل ذابح، متهم تآمر على الأمة العربية، تآمر على المسلمين. وبعدين هذا أنت تقول هذول اللي رفعوا الإعلام في مصر. يا رجل، مصر بلد عظيم وبلد كبير، هذول اللي رفعوا الإعلام غير المصرية المفروض يقعدوا في القفص مع حسني مبارك ويتحاكموا مثل ما يتحاكم حسني مبارك، لأنهم خونة. لا 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 لا، شكرا يا علي يا حبيبي. يعني خونة، يعني ترفع أنت علم دولة عربية خائن؟ ما هكذا يا حبيبي تورد الإبل. شكرا لك على كل حال. عبد الرحمن من تونس. عسلمة، أهلا بك سيدي. عندما شاهدت حسني مبارك يحاكم فرحت برشا بكل صراحة، وتمنيت لو كان يكون زين العابدين الرئيس السابق أنا في مكانه، في قفص الاتهام زاده وفي أسرع وقت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تمنيت لو إرادة الشعب هذه كان الإجابة لها، الاستجابة لها على حسب الإجرام، الإجرام النوعي والعددي اللي قام به الرئيس المخلوع مبارك. ففي كل صراحة تعامل ياسر بحنية وبعناية خاصة اللي هو ما يستاهلهاش، خطر أجرم في حق شعبه لمدة طويلة وبنوعية إجرام نوعي. فالمطلوب يعامل على حسب العدد ونوعية الإجرام اللي قام به. شكرا لك عبد الرحمن من تونس. أيضا عبد القادر من تونس، أرجو الإيجاز قدر الإمكان. عبد القادر، أنا من ليبيا طبعا، لكن مقيم في تونس بالأزمة الليبية. أهلا بيك. تحية للشعب المصري وثورته، ثورة فبراير. أهلا بيك. واليوم عندي صديق يتكلم فيها، قال لي والله فيه الرئيس المخلوع والرئيس المشوي والرئيس النايم. القذافي زمان يقول حسني مبارك الرئيس البارك، اليوم الرئيس النايم. ولم تستحي فافعل ما شئت. وهذا هذا بالنسبة لحسني مبارك والقذافي هذا كلهم بالذات حسني مبارك،
هذا اليوم العايزر الإسرائيلي قال والله حرام المصريين يحاكموه بالمحاكمة هذه وهذا وفي للبلد واحد. هذا ذل الأمة العربية كل حسن مبارك. هذا 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 المفروض وما عاد تنطوي المسرحيات. هو المفروض على الأقل كانت عنده شخصية حتى من فراعنة لحد الآن. الموقف هذا ما تنزلش على مصر، مصر العروبة ومصر الأمة ومصر، لكن هذا ذل الأمة العربية في غزة، حصار غزة وجميع الاتفاقيات هو عمر عبد الرحمن وإزلامه هذايا، هذا بصراحة ذلونا والله. وهذا خلوا ثم يخلوا في القذافي يقول أنا قادة الحكام العرب، قادة مش عارف شني، قادة فوالله العظيم لم تفتح في المشهد. مفروض كان موقف أفضل هيك على الأقل، خلى الناس اللي متوا حريني. شكرا لك عبد القادر. عبد اللي أيضا من تونس، مساء الخير عبد اللي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. اليوم الشعب المصري يا أخي صالح شفاه غاليله، اليوم يوم تاريخي والله. ما خرب القضية نتاع العرب كان حسني مبارك، ما خرب قضية فلسطين كان حسني مبارك، وما حاصر غزة كان حسني مبارك، وما جاب الاستعمار وجاب الدمار كان حسني مبارك. هو اللي جاب، اللي هو كان سبب في ضربان العراق، وأيد إسرائيل وأيد أمريكان، كان هو هذا عامل نتاعهم ووفر لهم الاستقرار. هذا وفر الاستقرار كامل على حساب شعبه، على حساب 80 مليون وفر الاستقرار الإسرائيلي 7 ملايين. هذا يستحق هكا اليوم والله العظيم. واحد عامل جو، تمنينا لو كان زين العابدين هكا يكملوا له كلهم، كل الحكام العرب. طيب ما الذي يمنع باش يكونوا عبره للمستبدين الكل يا عبد اللي؟ عبره عبد اللي. نعم. ما الذي يمنع انه ايضا في تونس يحاكم بن علي ويوضع في قفص الاتهام وهو مجرم ربما لا يقل إجراما على الرئيس المخلوع في مصر؟ ماذا ينتظر التونسيون؟ ألو؟ ماذا ينتظر أهل تونس للإتيان برئيسهم السابق من السعودية؟ ننتظر السعودية اللي وفرت الملاذ الآمن لبن علي، وفرت له إلى المظلة والملاذ الآمن للسعودية، ولات السعودية سمحني ولات مكب نتاع طغات وسراق، وتولت توفر. علاش يا خويا ما تسلموش للتوانسة وتشفي غليل غليل واحد؟ ما هي تحكم بالشريعة والعدل، كيفاش تقبل سارق على أراضي المساقط نتاعها؟ شكرا لك عبد اللي من تونس. سعيد من ألمانيا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت أطيب سيدي. والله أنا بقول ان انا بشكر الرئيس السابق حسني مبارك هو وعصابته اللي هم باستبدادهم خلقوا امه جديده ورب ضاره نافعه. الاستبداد اللي حصل دوت ده خلق امه جديده بمفهوم جديد، بديمقراطيه جديده، بايديولوجيه جديده. انا متهيألي لو كان هو تنحى او جاء واحد بطريقه ثانيه استلم الحكم كانت الأمة دي هتفضل زي ما هي عليه محلك سر. إنما الاستبداد اللي هو عمله الفرعون مبارك هو والعصابة بتاعته ده عمل توجهات كبيرة جدا لمصر ويمكن للأمة العربية كلها. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هو ياخد جزاؤه على الإجرام اللي عمله في حق الشعب المصري وحق الأمة الإسلامية كلها وحق أطفال غزة اللي هو حصرهم وجوعهم وانتهك حرية الإسلام والمسلمين وشرد المصريين وخزم الأمة وأهان الأمة وأهان المصريين في كل حتة. شكرا لك جدا على سعيد من ألمانيا. فقط بعض الرسائل بعجالة. رسالة من عنان أبي مطر وزملائه هايدي سعد وميريام المختار من إدنبرا أستراليا، رمضانكم كريم جميعا، تحياتنا لكم طبعا أهلنا هناك من كل الجنسيات في أستراليا. أنا أذكر فقط بأن الرأي الحر في رمضان تقدم ساعة عن موعده المعتاد، أصبح الرابعة بتوقيت غرينتش. شكري من سويسرا يقول أين الشعوب العربية؟ شعبنا العربي السوري يقتل ويذبح بدم بارد من قبل عصابة الاحتلال الداخلي وموظفي طهران كما يقول. نوجه نداء إلى كل الأحرار للتظاهر والخروج على هذا الصمت الرهيب. وجه نداء للحكومة التونسية أن تخرج عن صمتها ونطالب بطرد السفير السوري والبعثة الدبلوماسية من تونس. أين الشعب التونسي الذي قام بثورة ضد الطغيان؟ أين الشعب المصري العظيم؟ أين الشعب الجزائري البطل؟ أين أحرار السعودية؟ أخواننا وأخواتنا تذبح في سوريا وترمى الجثث في الأنهر وتدفن في الحدائق. أين الضمير العربي؟ عار علينا. إيناس نفار تقول هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، هرمنا من أجل أن نرى طاغية من طغاة العرب يقف في قفص الاتهام يحاكم محاكمة عربية شريفة.
لا بأيدي عملاء الاحتلال، إن محاكمة مبارك ومن معه من رموز النظام تعتبر إنجازا بحد ذاتها، بغض النظر عن تشكيك البعض في مصداقيتها، وبغض النظر عن مجرى المحاكمات وما ستؤول إليه الأمور لاحقا، تعتبر إنجازا لأنها حطمت صورة الرئيس المقدس الذي اعتاد على أن يكون فوق القانون، لأنه هو القانون والقانون هو. لقد ولى ذلك العصر بلا رجعة، وما أتمناه أن تكون تلك المحاكمات عادلة وشفافة، يأخذ المظلوم فيها حقه وينال الظالم فيها عقابه، لكي تكون درسا لا للشعوب العربية فحسب بل للعالم بأسره. المحامي غزوان حاج عيسى من مخيم بونيكن في تركيا يتساءل عن التبرعات ومتى تصل إلى مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا. طبعا هذه تحددها، بإمكانك أن تتصل بالمنظمات الإغاثية التي تريد. مشاركات أيضا عبر الفيسبوك بعجالة. حسناء تقول أن تمنى أن تتم هذه المحاكمة في كنف الشفافية والعدالة. عارف مراد يقول المحاكمة العادلة والمسامحة القادحة والردح الرد الجميل على من أبعد الوطني وقرب العميل. حنون جويز، العدالة جميلة وليس هناك أفضل من الصفح عند المقدرة. هذا يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وعقبال بن علي وشركائه. أحمد بن صالح، الوحيد الذي يأسف لوضع مبارك هم الصهاينة، لأنهم يعتبرون أنفسهم فقدوا صديقا كبيرا وعميلا نموذجيا لن يتكرر. طبعا هو بن الإعزر يعني أضاف ربما لملفات مبارك السيئة تصريحه اليوم، أضاف لها ثقلا جديدا. الوزير الإسرائيلي السابق بنيامين بن الإعزر قال بأن هذه المحاكمة مؤلمة ولا يستحق مبارك المحاكمة. ما شاء الله، الإسرائيليون يدافعون عن شخصية عربية، لماذا؟ بالتأكيد لأنه الرجل كان فعلا يقدم لهم شيئا ما، يعلمه الإسرائيليون بالتأكيد والرئيس مبارك نفسه. إسراء بعودة تقول رمضانكم مبارك من دون مبارك، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، دائما أدعو على هذا الطاغية بأن يريني الله فيه يوما أسودا، وها وقد تحقق حلمي. إسراء بعودة. نعود إلى المزيد من الاتصالات. أبو أسعد من بريطانيا، مساء الخير. السلام عليكم أخي الكريم. أهلا بك وعليك السلام. حياكم الله. أنا حقيقة أنظر إلى هذه المحاكمة، حتى حسني مبارك يعني كان موضع أزل أنه التغطية الإعلامية العالمية التي تحصل الآن لمحاكمة حسني مبارك استغلها النظام السوري، وهو يقوم الآن على إبادة الشعب في سوريا. طيب الآن عندنا مذابح الآن يا طيب في سوريا، نحن نتحدث عن مصر أرجوك الليلة. ما في مصر، هذا الرجل أخي رجل مدلل الآن يأتينا الصحافة الإسرائيلية تتكلم عن أهود باراك وأنه يقول أنه هذا غير جيد أنه محاكمة مبارك، والآن الصحافة الإسرائيلية تقوم وتقول إن بشار الأسد هو ملك ملوك إسرائيل، فلذلك هو مدلل ولن أحد يمس بشار إلا. شكرا لك أبو أسعد من بريطانيا. موضوعنا الليلة مصر، إذا أردت أن تشبه فلك ذلك، ولكن لا نريد حرف الموضوع عن مصر. الشاذلي من تونس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا كلمتين حب نقوله. أيوة. اللي ما فهمتش أنا ليش كل واحد عربي مسؤول وقت يشد ويطلع للمحكمة يطلع في دو كتاب القرآن، وقت في حياتهم الخاصة عمرنا مرينا واحد في دو مصلى ولا شد قرآن ولا حكاية دي. بالعكس يوم يكرهوا المسلمين ويكرهوا الإخوان ويكرهوا الناس الكل. اليوم في المحاكمة رينا عليه وخو كل واحد في دو كتاب قرآن، أنا ناس في لحظة عرفوا ربي. والسلام عليكم. وعليك السلام الشاذلي من تونس. على كل حال الله هو الأعلم بما في الصدور، ولكن سؤال في محله فعلا. يعني عندما كنت طليقا وتحكم البلاد وتجوبها طولا وعرضا كان بإمكانك أن تتوب وتسهل على المصريين التوبة، ولكنك كنت يا سيدي كما يقول المصريون وهم كثر كنت تطارد المصلين والتقات، فأين بك الآن تائبا وتحمل كتاب الله؟ لا يبدو ذلك من القلب أو توبة في غير وقتها، ربما تأخر الوقت كثيرا. كريم من إيطاليا. كريم، كريم من إيطاليا، فقدنا كريم. طيب معنا اتصال من النرويج، ناجي من النرويج. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. والله الشعوب العربية اليوم في فرحة وابتهاج. أنا هذه ابتداء من مصر، وإن شاء الله تسمع لي طلح. نعم نعم. الشعوب العربية نقول ردت فيها الروح وجددت فيها المقاومة وروح الشدة والبأس
من شافوا هذا المجرم مبارك الآن في الشبكة، وإن شاء الله العقبة لزيد العابدين، وإن شاء الله القدافي على الطريق حتى هو وأمير المؤمنين أبداها من المغرب إلى البحرين نهايتهم هنا. ونقول لهم من توا يا صالح، حسني مبارك جاب معاه سرير، أنت مشوفوا كرسي معوقين، واحد يشوف له صديق ويجيبه، يعني نوعونا ما تعملون نفس المسرحية كلها، يجونا بالسراير على اساس انه مريض، على الاقل ينوعوا. رئيس هذا مبارك اجى بالسرير، القدافي ان شاء الله يجي على نقاله، زيد العابدين ان شاء الله يجيبوه مجرور بحال الخروف، وهكذا عموما ينوعونا. والسلام عليكم ورمضان مبارك ان شاء الله. شكرا لك ورمضانك مبارك. ناجي من النرويج البدوي من فرنسا، مساء الخير. شكرا لكم يا اخي جميع الفريق الكامل تاع الحوار. اهلا بك. الو. نعم تفضل. يا اخي ان شاء الله كل من جبر على الارض وطغى بالحكم والسلطه نتاعو ان شاء الله يتعاقب العقاب الشديد، وان شاء الله العاقب البن علي وامثال بن علي، ولكن ان شاء الله على كل حال ان شاء الله ان حكمتم فاحكموا بالعدل. انا ان شاء الله نسمع اللي هو حكم عليه بالقصاص، هذا هو مكان، هذا مكان، ويرحم والديك وجزاك الله خيرا. شكرا لك البدوي من فرنسا. لطفي من ايطاليا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. شكرا يا اخي، رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم بخير، ورمضان تخلى علينا بالفرحه اليوم كي شفنا رئيس المخلوع المصري بين القضبان، ونتمنوا انه يجي نهار ونشوفوا رئيس نتاعنا بن علي زاده، ونتمنوا انها تكون حاجه حقيقيه ما تكونش كما تو عايشين في تونس مسرحيه، رغم انه عندنا حظر تجول يعني مسرحيات بدون جمهور يكون قاعدين يقوموا بها في تونس، ان شاء الله تكون الحقيقه يعني واقع ونهار نشوفوا يعني واقع. وشكرا سيدي. شكرا لك على ذكر المحاكمات في تونس في التحقيق الذي ورد مع السرياطي. يقول السرياطي بأنه رشيد عمار قائد الجيش قال له عندما كان في العوينة في لحظاته الأخيرة، قال له إذا كنت تريد أن تلتحق بابن علي في الخارج في المهجر، فرفض السرياطي. يعني إذا كان رشيد عمار أيضا هذا الكلام دقيق، إذا كان أقول إذا كان هذا الكلام دقيق، يفترض أيضا التحقيق مع رشيد عمار، لأنه العدالة لا تخطئ أحدا مهما كان، لا يوجد شخص فوق القانون، الجميع يحقق معهم. يعني أنه بن علي حيثيات هروبه ربما حولها لغز، إذا من سهل له الهروب يفترض أن يلاحق أيضا قانونيا، حتى تكون الثورة هي التي فوق الجميع وتحاسب الجميع. أبو هاني من الأردن مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخ صالح أنت بتحكي. أبو هاني تفضل. هذا يا سيدي اللي دعس على 700 أسير مصر بالدبابات، هذا هو التاريخ. سألي واحد مصري بيقول لك مضبوط، دعس على 700 أسير ضابط وضابط صف الفرد من الجيش المصري، ولما أجى نتنياهو على مصر قال له أبو هاني اعتذر منك، هناك خلل في الصوت من المصدر للأسف، اعذرنا. نأخذ فيكتوريا من بلجيكا. فيكتوريا من بلجيكا مساء الخير يا فيكتوريا. ألو. مساء الخير أخي صالح. أهلا بيك تفضلي سيدتي. بس أنا كنت أريد أقول يعني هذه خطية خطية صدام حسين على ما طلعت عليهم كلهم هذول. شوف الفرق ما بين محاكمة صدام حسين، وشوف الفرق ما بين محاكمة هذا المجرم. كل الشعوب العربية كانت تبكي على محاكمة وعلى شنق صدام حسين، وضعوه كأنه خروف يوم قبل العيد. فهذه كل ذول اللي تآمروا على صدام حسين وراح يجي دورهم مثل ما قال قدافي في إحدى القمم العربية. فهاي بس كنت أريد أقولها وبس. شكرا لك فيكتوريا من بلجيكا. بعض عناوين الأخبار لحلقة الليلة. غزة الفقيرة، انظر دائما تعطينا الدروس غزة. غزة الفقيرة تطلق حملة يدا بيد لإنقاذ أطفال الصومال من المجاعة وخطر الموت. كم أنت عظيمة يا غزة فعلا. تجدد قصف حماة ومظاهرات في مدن عديدة لنصرتها. ما زال النظام السوري يقصف وكأنه يقصف المحتلة في الجولان، لا يقصف المدن السورية ويدكها دكا. قبيلة يونس الذي قتل منذ أيام قائد قوات الثوار في ليبيا تتعهد بالاقتصاص من قتلته. طبعا يفترض من هذا المنبر نوجه لها نداء،
بأنها هي قبيلة العبيدات، قبيلة مشهورة في ليبيا، ولكن يفترض أيضا أن تحترم التحقيق. إذا التحقيق أثبت أن هذا الرجل تخابر من قريب أو من بعيد مثلا مع العقيد القذافي، أو لم يكن أمينا في إدارة المعركة، فيفترض أن تقبل بهذا هذه التحقيقات. يعني القصاص لا يمكن أن يكون يعني هكذا في كل الأحوال. يعني بنيامين بن إليعازر يقول طبعا أنه اقترح على مبارك كما ذكرنا منذ قليل لجوءا سياسيا في إسرائيل. هذا خبر كما قلنا سيضيف لتهم الموجهة ربما إلى الرئيس المصري المخلوع. نأخذ اتصال آخر. كريم من تونس، مساء الخير. أسلم. أهلا بك كريم. رمضانكم مبروك. وأنت بالأمس. أنا فرحان اليوم الخطر أول ألو. نعم نعم تفضل. أنا فرحان اليوم خاطر نشوف أكبر طاغية عذب فلسطينيين، عذب العرب، عذب القضية العربية الكل. وإن شاء الله نشوفوا زي العابدين في قفص كي وزي أمنيتنا الكل، باش تمشي العدالة وتتحقق الناس الكل ويرتاح اللي تظلم ونفديه دم الشهداء، لأنه هذاك أكبر طاغية اللي يقتل الناس في كلمة حق تتقال في حق الناس أو يظلم حق الناس أو يجوع الناس لأنهم قالوا كلمة حق. هو طيب كريم، أنت 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 كتونسي شوف لهم أولاده كيفاش. كريم أنت كتونسي ترى الرئيس المصري المخلوع يحاكم ورئيسك يعيش في قصر ربما في مدينة جدة السعودية، ما هو شعورك في هذه اللحظة؟ أن الظلم ما يفاش يعني والحق لازم نظر. وإني نطالب من السعودية اللي قالت إن هربتنا من حكم طاغية كما بن علي، وقالت إنه هربتنا وإنه باش نعيشوا في سلام، كيفاش ترضاها لنفسها إن تجيب واحد ظالم هكاك تحطه في بلاد الحرمين الشريفين؟ شكرا لك كريم من تونس. محمود من إيطاليا. محمود ألو. تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام. أرجو أن تتكلم لأنه التلفاز مفتوح. طيب. لديك لا تنصت لي صوتك، تفضل يا أخي صالح. أيوة. 30 سنة من القهر، 30 سنة من القهر، 30 سنة من الفساد، 30 سنة من التزوير، 30 سنة من قهر المصريين. أكبر جالية أكبر جالية في العالم، أكبر جالية في العالم شردها حسني مبارك وأتباعه وأعوانه. لن نرضى بأقل، إن حسني مبارك يوضع في قفص مثل قفص القرود، قفص القرود، ويوضع في مكان عام ليراه كل المصريين. طيب محمود، حتى كل العرب. محمود حتى كل المسلمين اللي خانهم. محمود حتى اختم. كل المسلمين اللي خانهم. محمود عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمح لي قبل ان تذهب محمود. ايوه تفضل خليك معي. طيب محمود، يعني برايك ما هو الحكم العادل الذي لو صدر في حق الرئيس المخلوع ستكون أنت كمواطن مصري مرتاح؟ ما هو الحكم العادل برأيك؟ أقل شيء يا أخي صالح إن هو ما يتعدمش. إحنا مش عايزين يتعدم عشان ما يموت ويرتاح، عشان ما يموتش ويرتاح. إحنا عايزين نشفى فيه، عايزين نشفى فيه، عايزين في لحظة عايزين إن هو يحس باللي أذاقه للشعب المصري لمدة 30 سنة. الثلاثين سنة اللي حكمهم حسني مبارك مروا علينا كأنهم 300,000 سنة، 300,000 سنة يا أخي صالح. شكرا وأكثر. شكرا لك محمود من إيطاليا، وأعتذر من باقي الذين ينتظرون على الخطوط، للأسف هذا ما سمح به الوقت. صيامكم مقبول جميعا في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل. الشكر لكل من شارك معنا في هذه الحلقة، الشكر كالعادة موصول لمن اكتفى بالمتابعة. استودعكم الله.